يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. احرص عند السلام على المصافحة. أحبتي، فضل الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. فضل عظيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد الانتهاء من الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إذا أخذت مضجعك من النوم فقرأ قل يا أيها الكافرون، واجعل ذلك آخر ما تقرأه، فإن ذلك براءة من الشرك كما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا تنس إخوانك من الدعاء، ودعاءك لهم هو دعاء لنفسك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. أحبتي، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فإن من أعظم البر أن تحرص للدعاء لوالديك.